اللي كسبناها 1-0 وصلنا طبعا لسلسله الحقيقه جيده جدا لروي فيتوريا، تقريبا 8 مباريات بدون هزيمه ولكن 8 مباريات فوز او 7 مباريات فوز على التوالي. وده بيرجعنا لنقطه مهمه جدا، والنقطه يمكن كان انا اتكلمت فيها يمكن الاسبوع اللي فات، عمليه انضمام اللعيبه لمنتخب مصر. يعني النادي الاهلي دايما ودايما بقول على مدار السنين كان هو الداعم الاول للمنتخبات المصريه في جميع مستوياتها، لكن روي فيتوريا الحقيقه كان عنده غضب شويه من عمليه عدم الوضوح الرؤيه بالنسبه للمباريات، بالنسبه للمعسكرات، بالنسبه للاجنده الدوليه. الحقيقه ما زال هناك تخبط لحد دلوقتي حتى على مستوى الكاف. يعني بتلاقي بعض الانديه عندها مباريات السوبر او مباريات افريقيا، وبتلاقي في نفس الوقت في تجمع للمنتخب. روي فيتوريا طبعا في الساعات الاخيره الان جدا كمان من معسكر اللي جاي، عندنا معسكر اللي جاي في كمان في اكتوبر اعتقد مع المنتخب المصري، لكن زي ما بقول لحضراتكم لسه الرؤيه ما وضحتش بشكل كبير، ولسه في تخبط الى حد كبير في الاجنده على مستوى الاتحاد الافريقي بالنسبه للمسابقات الافريقيه على مستوى المنتخبات. كلنا شفنا وكلنا بنتابع الاسبوع اللي فات كله كان اجنده دوليه بالنسبه للعالم كله، وكان في مباريات على مستوى قاره اوروبا، فمستحيل كنت تلاقي فريق زي انجلترا او فريق زي اسبانيا عنده مباراه مثلا في السوبر الاوروبي، او عنده مباراه في الدوري، او عنده مباراه في الكاس. ده الكلام ده مستحيل، بيكون فيه تنظيم وتنسيق كامل ما بين الاتحاد الاوروبي والانديه الاوروبيه، وما تقدرش تبدا موسم غير لما يكون الرؤيه دي واضحه. يعني الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الانديه الاوروبيه بيحطوا البلان بتاع الموسم كله، التوقفات الدوليه، المباريات الدوليه بالنسبه لاوروبا واضحه وصريحه، التوقف الدولي واضح وصريح. فمستحيل هتلاقي فرقه زي مان سيتي عندها مثلا مشكله انها تبعت لعيبه او تجيب لعيبه. الكلام ده للاسف لسه موجود هنا في قارتنا. روي فيتوريا الحقيقه يعني كان غضبان جدا من هذا الشكل، وكان عنده قلق شويه، لانه كمان الحقيقه عنده حق. يعني احنا عندنا مباريات مهمه، لو الناس شايفه انها تحصيل حاصل بقول لك لا، مباراه اثيوبيا ما كانتش تحصيل حاصل، حتى مباراه تونس ان شاء الله بكره مش هتكون تحصيل حاصل، لان النتائج مهمه جدا في تصنيفك على مستوى افريقيا. احنا لغايه دلوقتي في المركز الخامس على التصنيف الافريقي، عايزين نحافظ على المركز دوت طبعا قبل قرعه بطوله امم افريقيا 24 في كوت ديفوار. وبالتالي مباراه بكره مباراه كمان مهمه جدا جدا للمنتخب المصري، مباراه زي ما حضراتكم شايفين اللي بيستعدوا ليها بشكل جيد جدا بعد انضمام نجمنا الكبير محمد صلاح. محمد صلاح كان باوامر من روي فيتوريا ما بيشاركش في مباراه اثيوبيا اللي فاتت، لكن محمد صلاح بينضم لمنتخبنا، وكل الانظار اكيد على محمد صلاح كالعاده. يعني كلنا بنبص على محمد صلاح، خاصه بعد يمكن الفتره اللي قضاها فتره ضغط رهيبه بانتقاله الى الدوري السعودي ولا لا، ولكن في الاخر محمد صلاح حسم مستقبله مع ليفربول. تجمع شهد كمان يعني عناصر جيده جدا، وكلهم نجوم طبعا الدوري المصري، في كمان على مستوى نجومنا المحترفين هيكون موجودين كلهم ان شاء الله بكره في مباراه تونس. وزي ما بقول لحضراتكم المباراه مباراه مهمه، مباراه احنا حابين نشوفها، حابين نتفرج عليها. قد تكون هي المباراه الترمومتر شويه، مش هقول اختبار للمنتخب المصري، لكن هتكون ترمومتر شويه. معظم المباريات اللي قضيناها في الفترة اللي فاتت كان مع منتخبات متوسطة المستوى الحقيقة، بغض النظر طبعا عن مباراة بلجيكا الودية، لكن مباراة جيدة أمام منتخب جيد جدا. المنتخب التونسي كمان عمل شكل لا بأس به في كأس العالم في قطر النسخة الماضية، عنده طبعا نجمنا الكبير علي معلول كمان متواجد مع المنتخب التونسي، ويمكن جماعه طبعا بعض الصور شفنا على السوشيال ميديا حمدي فتحي المحترف في قطر مع علي معلول في طبعا اجتماع كده اخوي كبير. وزي ما بقول لحضراتكم مباراه مهمه جدا، مباراه قويه، المنتخب المصري ان شاء الله يقدم مردود جيد، يعني يقدم مردود جيد بشكل كويس ان شاء الله. باذن الله يكون كمان النتيجه جيده، لان كمان النتيجه بتكون، مش هقول لك هي النتيجه هتبقى هي الهدف من
من هذه المباراه، لكن بتكون جيد محطوط ان انت بتلاعب منتخب كبير زي منتخب التونسي وبتفوز عليه، ده كمان معنويا كمان مهم جدا لمنتخبنا الفتره اللي جايه.